كابتن اسلام هيبقى معايا دلوقتي في خلال اللحظات. كابتن يعني ده انت حبيبي يا كابتن شناوي، مبروك النهارده يا كابتن شناوي. انا يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد بقول شناوي يمكن تضحيات وانكار ذات كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، النهارده شناوي السليم، لكن روح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بانت بالفعل النهارده يا شناوي، الف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا انا اهم حاجه قبل الكلام اللي انت بتقوله ده، طبعا بعد الفوز للفرقه النهارده كانوا رجاله على قد المسؤوليه، ان هم عارفين النهارده لازم نفوز. التعادل ما كانش في صالحنا خالص، والحمد لله عدينا الدور اللي بعديه. موضوع روح الفانيلا الحمراء والكلام ده كله، احنا دي روح ولاد النادي عامه. ما تلاقي في مواقف كده موجوده لازم اللعيب يكون على قد المسؤوليه. اهم حاجه الفرقه، واهم حاجه اللي موجودون، واي حد يكون موجود هيأدي ويكون احسن مني. بس طبعا يعني النهارده كان في موقف اللي احنا لازم نعدي، عشان كده الواحد كان يعني كان بالنسبه لي انا اكون موجود. الحمد لله ان انا قدرت اكون موجود، وبشكر اللعيبه كلها، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر الاداره، وبشكر الجمهور اللي جه النهارده، ان هم برضو في الوقت الصعب بنلاقيهم، لان هم كلهم موجودين. وطبعا بحيي كابتن طارق، وبحيي طبعا علي، بحيي علي جامد جدا، وبحيي استحيي مروان. لا مروان طبعا، ربنا ده النجم النهارده، مروان ده نجم النجم يعني، ربنا معاه، وان شاء الله يتالق ان شاء الله. مستمرين معاك.